صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حنديروا اختبار للفصل الثاني في ماده التربيه الاسلاميه. كما قلت لكم درت لكم دي سوجي تاع فصل ثاني ودي سوجي تاع فصل ثالث، وانتم تشوفوا الملخصات الاساتذه، يعني الملخصات اللي مدوهم لولادكم في المدرسه، تعرفوا يعني الدروس اللي حيطيحوا لهم اللهم بارك، يعني ديروا لهم تمارين عليهم ما حاش يطيحوا. سي با لا بان. عندي السؤال الأول، أضع صاد أمام العبارة الصحيحة وخاء أمام العبارة الخاطئة. أول جملة، الرفق بالحيوان يكون باللعب معه خاطئ. إبعاد الأذى عن الطريق صدقة صحيح. الاستئذان سلوك حسن صحيح. المسلم يكون طاهرا في جسمه فقط خطأ. لا نعبد إلا الله صحيح. الصدق والتعاون ينشران المحبة بين الناس صحيح. الجزء السؤال الثاني، ألون البطاقة الصحيحة. عند دخولي المسجد أقول بسم الله، ولا نقول الحمد لله، حنقول بسم الله. بعد الأكل أقول بسم الله ولا الحمد لله، أقول الحمد لله. بعد العطاس أقول بسم الله ولا الحمد لله، وما نعطسه أقول الحمد لله. قبل الوضوء أقول بسم الله ولا الحمد لله، حنقول بسم الله. كان هذا السؤال الثاني. عندي السؤال الثالث، أحيط الموضوع المناسب لكل آية كريمة. قال الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية وش يتهضر على ما يتهضر على الطهارة ولا على التعاون؟ وتعاونوا ولا تعاونوا راهي تهضر على التعاون. شوفوا يعني هذه الأسئلة كامل، يعني اون جينيرال الدراري يعرفوهم. كاين مشكل واحد، الطفل اللي ما يكونش يعرف يقرا. الا هي قلت لكم الشيخه حتقرا لهم، بصح الا كان يعرف يقرا شغل يتبع معها، بصح هذوك الدراري اللي مغلوقين مساكن ما يعرفش يتبع، ما على بالوش شنو هذا وما على بالوش شنو هذا. خوف باش ما يجيبوش يعني الاطفال نقاط مليحه. ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. أنا مش نهضروا على الصدق ولا على طاعة الوالدين، أنا نهضروا على الصدق. نروحوا للسؤال الرابع، أربط كل سورة بآيتها. سورة الناس، سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، مالك يوم الدين، الله الصمد، من شر الوسواس الخناس. سورة الناس، من شر الوسواس الخناس. سورة الفاتحة، مالك يوم الدين. سورة الإخلاص، الله الصمد. أكمل بالكلمات المناسبة. إبعاد الأذى الطريق، إبعاد الأذى عن الطريق صدقة. كان هذا النموذج تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. على بالي غدوه حيجوزوا تربيه اسلاميه وتربيه علميه، نحاول نزيد نحط لكم دوك نكتبوا تاع تربيه علميه ونحطه لكم. نقولكم بالتوفيق، نقولكم بالتوفيق لاطفالكم، وان شاء الله كامل يخدموا، ان شاء الله كامل يفرحوكم. وهكذا نقولكم سلام.